السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيسبيغ كو زالي بيان. دونك اليوم غادي نشوفو أهم الوثائق التي عرفها قطاع التعليم، والتي من بينها الميثاق الوطني. غنشوفو الميثاق الوطني أولا، نكملو الوثائق الأخرى. دونك الميثاق الوطني، أشنو هو الميثاق الوطني؟ الميثاق الوطني هو منظومة إصلاحية هدفها النهوض بقطاع التعليم. هي واحد المنظومة إصلاحية جاءت بهدف النهوض بقطاع التعليم. يعتبر هذا الميثاق الوطني أول وثيقة في القطاع، أول وثيقة في القطاع، وقد جاء بعد أزمات. إمتى جاء الميثاق الوطني؟ جاء سنة 1999، بالضبط سنة 8 أكتوبر، 8 أكتوبر 1999، ولكن تم اعتماده سنة 2000. يعني جاء في 8 أكتوبر 1999 وما اعتمدوش، أو لا ما اعتمدوش به تل سنة 2000. هذا الميثاق الوطني جانا بواحد الشعار. أشنو هذا الشعار؟ شعاره هو من أجل مدرسة جديدة مفعمة بالحياة منفتحة على محيطها، من أجل مدرسة جديدة مفعمة بالحياة منفتحة على محيطها. واخا شكون اللي جاب لي هذا الميثاق الوطني؟ شكون؟ الميثاق الوطني صدر من طرف لجنة، لجنة خاصة للتربية والتكوين برئاسة السيد مزيان بن الفقيه. هذه اللجنة يترأسها السيد مزيان بن الفقيه، وهي التي صدرت، أو عفوا أصدرت الميثاق الوطني. دونك قلنا هو أول وثيقة في القطاع، جاء بعد أزمات، جاء سنة 1999 وبالضبط سنة 8 أكتوبر 1999، وتم اعتماده سنة 2000، وهو منظومة إصلاحية هدفها النهوض بقطاع التعليم، وشعاره من أجل مدرسة جديدة مفعمة بالحياة ومنفتحة على محيطها. واخا هذا الميثاق الوطني شنو المحتويات ديالو؟ شنو اللي فيه؟ الميثاق الوطني يتكون من جزئين او لا قسمين، القسم الاول والقسم الثاني. بالنسبه للقسم الاول، يضم هذا القسم الاول المبادئ الاساسيه التي بنى عليها الميثاق، المبادئ الاساسيه التي بنى عليها الميثاق. ثم بالنسبه للقسم الثاني، اشنو فيه؟ فيه 6 مجالات للتجديد و 19 دعامه للتغيير. دونك 6 مجالات التجديد، 19 دعامه للتغيير. القسم، نرجع للقسم الاول، قلنا فيه المبادئ الاساسيه التي بنى عليها الميثاق. اشنو هما هذه المبادئ الاساسيه؟ عندي المرتكزات الثابته، ثم الغايات الكبرى، ثم حقوق وواجبات الأفراد والجماعات، ثم التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة. دونك عندي 4 ديال المبادئ الأساسية، اللي هي المرتكزات الثابتة، الغايات الكبرى، حقوق وواجبات الأفراد والجماعات، التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة. دونك هذا هو الميثاق الوطني بخلاصة وباختصار. الاساسي فيه اللي خاص تعرفوا هو الشعر ديالو، اللي قلنا من اجل مدرسه جديده مفعمه بالحياه منفتحه على محيطها. ثم اش يكون؟ هو واحد المنظومه اصلاحيه هدفها النهوض بقطاع التعليم. ثم انه يعتبر اول وثيقه، والسنه فاش كان؟ دونك كان في 8 اكتوبر 1999، ويضم قسمين. القسم الأول في المبادئ الأساسية التي بنى عليها الميثاق، والقسم الثاني فيه 6 مجالات التجديد و 19 دعامة للتغيير. دونك باش ما نطولش عليكم بزاف، هذا كان باختصار الخلاصة ديال الميثاق الوطني. غادي نجي في فيديوهات أخرين، في وثائق أخرى، الكتاب الأبيض، الرؤية الاستراتيجية إلى آخره. دونك باش ما نطولش عليكم، هذا الميثاق الوطني. شكرا جزيلا وبون كوراج.